السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير لي سوفلي. هذه راح ندير كما يقولوا لي سوفلي إكسبريس. درك نروحوا للمقادير تاع تشكتشوكا. هي اللولانية تشكتشوكا تاعنا. واش درت فيها؟ درت فيها الفلفل قطعته شرائح شوية صغار، قطعت زوج حبيبات تاع البصل، ثلاث حبيبات طوماطيش، درت مغرفة تاع الطوماطيش مصبرة، درت الملح شوية تاع العكري. هذا ما كان دونك قطعت كل شيء تاع الخضرة، يعني قطعوا عشوائي كما يقولوا، فلفل بصل طوماطيش عكري الملح شوية تاع الزيت بيان سور وشوية تاع الطوماطيش مصبرة. هكذا يعني واش ندير؟ نخليها نغطيها ونخليها تطيب في غرضها. تدبل غير في لافابور. تدبل غير في لافابور. هذا ما كان بيدمان أمينة توجد لنا العجينة إن شاء الله تاع لي سوفلي. دوك واش نقولوا؟ من بعد ما طابت التكتوكة تاعنا نخليتها تبرد، أمينة راح توجد لنا العجينة. العجينة تاعنا خفيفة سهلة. واش عندنا؟ عندنا 500 غرام تاع الفارينة، عندنا حبة بيض كاملة، عندنا ملعقة تاع كيما نقولوا اون كويغا ديسير تاع السكر، عندنا 10 غرامات تاع الملح كيما دائما نقول لهم في كيلو فارينة عندنا 20 غرام. حنا عندنا 500 غرام تاع الفارينة، صافي عندنا 10 غرامات تاع الملح. تقدر اسمحي لي أمينة، تقدر مغرفة تاع القهوة هذيك الكبيرة شوية، هذيك هي تجي مغرفة تاع الملح. في غاديسر بالك تجي مغرفة كافي تجي صغيرة، غاديسر اللي تجي فوقها. هكا عندنا ملعقة تاع الأكل تاع خميرة الخبز، خاطش رانا في زمان سخانة، كي يكونوا في زمان البرد يديروا ملعقة ونص. عندنا كاس غير ربع تاع الزيت، يعني كيما نقولوا حنا زيت زيت سونغو اللي هو زيت المطبخ عادي. وعندنا هنا الحليب دافي. حنا العجين الزيت النباتي، زيت النباتي فوالا. حنا هنايا عندنا غير الحليب، راح نطمو العجينه تاعنا غير بالحليب. الحليب ما عندوش الكيل، كي نطمطم العجينه تاعنا سي بون نطموها اون بات تكون طريه وتتلاصق في اليد. هايا هكا حنا الحاجه الاولى واش راح نديرو؟ نديرو الملح، هنا منا السكر، هنا حنديرو خميره الخبز. بسم الله نخلطوا النواشف هكا مع بعضهم، من بعد راح نديروا الزيت. واش نديروا؟ صباعتينا راح نرملوا الفارينه تاعنا مليح. هاي ليك، يعني عجينه سهله بسيطه وفيها مام. هادي سوفلي أمينة راح نديرو السوفلي، هما ساهلين كاع بالتكتوكا، حاجة سهلة سهلة خفيفة تاع الصيف. هاي ليك، والفلفل والطوماطيش والبصل في كل دار. هادي هي كيما نقولو حنا المواد المتوفرة في كل دار. مطبخ هادي. نديرو تقيبة صغيرة هنا، راح نفقسو الحبيبة تاع البيض بسم الله في الوسط هنا باش ما يتبركسلناش البيض مع الفارينة. راح نديرو شوية تاع الحليب، قسما نحرحرو البيض هكا، من بعد نكملو الحليب ونطمو العجينة تاعنا. باش تبان هاهي هكا طمو العجينة، يعني أسهل عجينة كما يقولو حتى نتحصلو على عجينة طرية. دو توت فاسون لي سوفلي ولا حاجة تاع كيما البريوش كيما لازم كامل العجينة تكون خفيفة، تكون خفيفة وتكون تلاصق بين اليدين، متخافوهاش. هادي رطل الله يبارك، دير كميه كبيره، تقطع لنا كميه لاباس عليها، ما نديروهمش كبار بزاف تاعليه موين. هكا هنا بعد ما نضمو العجينه تاعنا واش راح نديرو؟ نغلفوها ونحطوها تخمر، من بعد نولو نورو لهم كيفاش يفاصوني والحبات ان شاء الله. صافي دوك هنا واش دار؟ دارت كل شيء كيما نقولوا البيض الملح السكر الخميره كلش، حبه البيض الزيت هاي طمتها كما يقولوا لا بات كولون، صادير العجينه تتلاصق. دوك طمها برك اونبول وتخليها ترتاح، دوك تغطيها وتخليها ترتاح. ياك امينه هذه هي، من بعد نوريو لهم كيفاش نكملوا فاصوني الحبات تاعنا ان شاء الله. عايلك بعد ما خمرت لنا العجينه بسم الله حلوها نفشوها بهذه الطريقه. عايلك نخرجوا كامل الخمير،
نخرجوا لها كامل الخميره بهذه الطريقه حتى نفشوها. حطيها شويه امينه بالشباب. هاي يكون راعي هكا. من بعد واش حنديروا؟ نديروا دي بول هكا صغار، قلنا ما نديروهمش حنا كبار بزاف. نديروا دي بول هكا صغيرين ونحطوهم هنا هاي ليك بهذه الطريقه. شغل كيما نكونو حنخدمو حبات المسمن هاي ويجونا كامل قد قد. اللي يحب يوزن ما فيش اشكال، حنا حنديروهم غير للدار هاي لي كيفاش هاهم يجو كامل حبه وحده. قلنا درنا لي سوفلي اقتصاديين، اقتصاديين خفاف كيما نقولو تاع الشعر الدار هاي ليك. هكذا امينه تكمل دير لي بول ومن بعد نعاودو نقولو ان شاء الله باش نقول لهم كيفاش نفاسونيوهم. هنايا نديرو شويه فرينه في البلون دو طرافاي تاعنا، هاي ليك لابو اللي حليناها من قبل. واش راح نديرو؟ حاجه قليله برك. هنا ما عندكم حاجه خاطش العجينه راهي طريه، تما ما عندكم حاجه رشو غير فرينه خفيفه باش تسهل لكم الخدمه. هاي ليك نحلها بهذه الطريقه، ما ديروهاش رقيقه بزاف وما تخلوهاش خشينه. كيما على بالكم لو طون لين نخدمو كامل الحبات يخمرو، يزيدو يخمرو اللي يكونوا في السنيوه هكا بهذه الطريقه. هنا واش نديرو؟ عندنا هذيك التكتوكه اللي طيبناها، فلفل بصل وطوماطيش هاي ليك، ما تكتروش بزاف باش ما تترتقناش الحبه هكا بهذه الطريقه. هنا نديرو شويه زيتون إفيلي، هنا لداخل اختياري واش يحبوا يديروا، واش يحبوا يديروا، واش عندنا في الدار نديروا. هذه هي كاين اللي يحبها بالطون، كاين هنا عندنا فرماج بورسيون هاي ليك، ديروا حبيبه فرماج. كل واحد واش عنده، كل واحد واش يحب يدير. ومقدور ثاني الفرص الداخل تقعد اختياريه، وكل واحد واش عنده متوفر في المطبخ ديالو هكا. دوك حنا واش نديرو؟ نغلقو الحبه هكا كيما راهي. هنا في الاطراف تاع الحبه الا شتوها صعب لكم باش تغلق، تقدروا ديروا شويه بياض البيض ولا ديروا شويه تاع المالوتور وتبداو تغلقوا. انا هنا راني شايفه العجينه بلي طريه، نخدم الطفيره تاعي بهذه الطريقه، يد تقرص ويد تدور هكا بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على طفيره خفيفه والحبه تكون مغلقه هكا. انا الحبه تاعي هاديها لو بلاطو، امينه ديريها في بلاطو ونزيد نوريكم حبه واحده اخرى. هذه الثانيه درتها امينه، دوك نزيد نزيد نديرو شويه تاع الفرينه باش تسهل لنا الخدمه. نحكمو اون بول بهذه الطريقه هاي ليك. امينه انا بين ما ناكيت فاصوني فيهم نشعل الفوخ نخليه دابا يسخن بيان. كيما على بالنا العجينه المخمره تحب الفوخ يكون سخون، او جامي الفوخ بارد، وكان يعود بارد العجينه تيبس لهم، تيبس ما تجيش طريه هاي ليك. ماشي رقيقه بزاف كيما راني نقولكم، ماشي خشينه بزاف هكا. نديرو شويه تكتوكه نشوها كامل الحبه، ما تعمروهاش بزاف باش ما تترتق لكمش. ديروا نورمال تجي مشي مخال داخل هكا. نزيدو حبيبات تاع الزيتون يفيلي بهذه الطريقه، وحبيبه فرماج بورسيون كيف كيف نقطعوها هكا. يعني الفرماج راح يزيد لنا في التشنا في الداخل تاع لافاكس هاي ليك هكا بهذه الطريقه. من بعد انا رايحين نغلقو الحبه من الفوق كما قلت لكم، اللي خافت الحبات تفتح لها في الفوق دير في لو تور هنا شويه تاع الماء من الداخل ولا بياض البيض هاي ليك. هنا صبع يدور وصبع يغلق، جيبو التحتانيه مع الفوقانيه نعملو هكا هاد الطفيره بهذه الطريقه هاي ليك صافي. امينه انتي تكملي هكذا حتى نكملوهم كامل قبل ما ندخلوهم الفوق نوريهم لهم ان شاء الله. داك هنايا عندنا صفار حبه بيض، درنا لها شويه تاع القهوه هاي ليك، نحطو فوق الحبات تاعنا باش يجو حموره شبام. القهوه نورمال ما تقولوش دير بنه القهوه ولا فيها، ديروا كي هاي ليك صبغ كامل الحبات تاعنا هنا من الفوق كيما تحبوا اختياري، تحبوا شويه جلجلان، تحبوا سانوج، تحبوا تخلوهم هكا ما فيهم والو، حيت كاين دراري صغار اللي ما يحبوا والو في
في البريوش ولا هكا في لي سوفلي ولا خلوهم كيما راهم هكايا. احنا كان يحب كان ما يحبش، وحده نديرو لها وحده ما نديرولهاش. هذه هي فوالا، كملنا الحبات تاعنا هاملي كيفاش راهم. دوك ندخلوهم للفوق يطيبو 180 درجه 180 درجه، شعلنا لهم الفوق والتحت. احنا خدش عندنا فوق الكتريك، كل وحده تعرف الفوق تاعها هكا، نحطوهم يطيبو من بعد ان شاء الله نعاودو نولو باش نوريهم لهم في صحن التقديم، باش نقول لهم برك اللي عنده الفوق يشعل من تحت، ومن بعد يعاودو يشعل من الفوق، يبداو من تحت من تحت كي يشوفوهم طابو يشعلو لهم الفوق حتى يحمرو. واش كاين حاجه ديرهم من الفوق يطلعوهم شويه ويعسوهم. ماما كل وحده تعرف الفوق تاعها، كل وحده طيب على حساب الفوق ديالها ان شاء الله. هم لي كلي سوفلي تاعنا بعد ما طابو طيبناهم حمورة شبان، هم ليك بسم الله هم سخونين. ها عليك هم فارغين كامل الداخل امينه، وجاو خفاف ما شاء الله. هذه يعني غدرنا غير تكتوكا، حاجه سهله شويه تاع الفورماج، ماشي حاجه حاجه سهله خفيفه كما نقولوا لا شهوه الصيف. ومع هاد السخانه ما راناش كاع نقدروا ندخلوا للكوزينه، يعني نحوسوا غير على حاجه خفيفه خفيفه. الكوزينه والفوق واش نقول لكم، المهم الحمد لله. واش نقول لهم؟ يديروا لنا جيم، يديروا كومونتير. انا كي تجي امينه هي تقول لكم ديروا جيم وديروا جيم كومونتير. اللي ما راهوش مابوني في لاباج يابوني باش يلحقوا كل جديد. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتهم، يجربوها ان شاء الله وتنجح لهم، وبيان سور كيما دائما نقولوا لهم يريبونديو لنا في لي كومونتير ان شاء الله باذن الله. وما علينا نقول لهم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.